التي جمعت المولودية مع الاتحاد استقطبت أعداد هائلة من الأنصار اكتظت بهم مدرجات ملعب 5 جوليا الأولمبي. المقابلة عرفت مستوى فني مقبول وعادت لصالح فريق اتحاد مدينة الجزائر بثلاثة أهداف نظيفة مقابل هدف واحد. الشوط الأول انتهى لصالح اتحاد الجزائر بهدف لصفر سجله حاج عدلان في الدقيقة 6 للمرحلة الأولى. في الشوط الثاني أضاف أشبال مصطفى هدان هدف ثاني بعد هذا الخطأ لنازف ضد مرماه قبل أن تقلص المولودية الفرق عن طريق ضربة جزاء حولها المدافع دحمني إلى هدف. بعد هذا هجوم الاتحاد وتحت قيادة المحنك حاج عدلان تمكن من إضافة الهدف الثالث بعد هذه القذفة القوية لطارق الغول. حاج عدلان بروعة يمضي الهدف الثالث وهي النتيجة التي انتهت عليها القمة العاصمية وفي روح رياضية عالية. قمة غرب البلاد. لم يجد لهم اثرا محمد بن الحاج كل ما بعد فوز راني مضرور ونهدي الهاتف تاع بلي وشبير هاتفين هاتفين انا نظن على ما نلعب باش نسجل اهداف اليوم كان لي احد يسجل جوج هدفين انا فرحان بزاف بهذا الفوز عندنا ماتش تاع كوب افريك لا حمراء غدوه ان شاء الله اليوم رايحين فيك ان بون مورال يعني فرحان بفوز بهذه المقابله وهذا الفوز معناتها نبينو لكل الشعب اللي عندنا فريق وهذا الفوز نهديه كل جمهور اتحاد العاصمه وخاصه اللاعب رحيم لو غايب معنا هنا في البدايه بديناها صافي سي ماتش وحنا انا نديرو لي ريزلتا يعني برهنا على سي ماتش اللي فاتو مازال نزيدو نبرهنو كاس افريقيا ان شاء الله وانا تشوف المقابله تاع ماتش ديربي ديربي تعرف ديربي مولدي ولا ما داوش بطل ولا ربحوا صاحبي